بسم الله الرحمن الرحيم. قناة ناصر تنس التعليم والتنس الأرض تحييكم. كما تعودنا معظم الأصدقاء بعتوا لنا وقالوا لي لازم تعمل لنا فيديو بسيط عن الفولي، الفولي فور هاند والفولي باك هاند. أنا هعمل دلوقتي الفولي فور هاند وبطريقة بسيطة مبتدئة سويا مع بعض. أهم حاجة نركز في الفولي، نبص القدم للفوت وورك، حركة القدمين، وخاصة الجماعة اللي هم البيجنر لازم يركزوا معايا قوي على مسكة المضرب وعلى ازاي ايدي بتروح عند رجلي الشمال، وازاي ايدي بتمشي مع بترفع ترفع بالمضرب، وازاي ارفع مضربي لفوق، وازاي المضرب بتاعي بيطلع من فوق لتحت. شكرا ويلا بينا الى الملعب. ها عيني على الكورة، ها برافو، ها خش على الفولي، ها افرد مضربي فوق، عيني على الكورة احسن شوية، ها عيني على الكورة افرد ايدي، هوب برافو، ها يلا يا نس، ها بص للكورة، ها عيني على الكورة افرد ايدي، ها برافو، ها يلا جميل، ها افرد مضربي فوق، ها عيني على الكورة، ها 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 نو باك سوينج، المضرب على قدام، عاوز دايما عيني على الكورة وانا بلعب، برافو، ها دايما عيني على قدام، برافو يلا هوب ريدي، هوب بص للكورة، برافو، ها دايما عيني على الكورة، ها افرد ايدي، هوب ها على واحد، هوب عيني على الكورة، برافو دايما مضربي فوق، ها وعيني على الكورة، برافو، ها برافو افرد ايدي، او او برافو اجين، ها دايما، ها يلا الريست بتاعي مفروض، برافو، ها مش عاوز برجحها، مش عايز، المضرب على قدام، نو باك سوينج، دايما مضربي على قدام، دايما برافو، ها ها ارفع المضرب فوق، عيني على الكورة، برافو، ها ها دايما، ها بص للكورة فوق، برافو، ها مش عايز اعمل مرجحة، مش عايز برافو، ما تعملش مرجحة، دايما المضرب على فوق وعينيا على الكورة، برافو رجل الشمال قدام، برافو ارفض المضرب، برافو، ها من فوق لتحت عكس الفوق، برافو فوق كورة اضرب من فوق هيلا على تحت، تمام برافو، عيني على الكورة وانا بضربها، بص كورتي هيلا، ها برافو يلا يا نور، بص الكورة في دي، ها هيلا، ها اخر كورة الكابتن، شكرا.